السلام عليكم، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه كويزين ام سلطان. وصفتنا ديال اليوم وجبه عشاء اللي كتجي زوينه بزاف وخفيفه، كنتمنى ان شاء الله تجربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. متنساوش تشجيعاتكم ليا بالاعجاب وبلي كومونتير وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما مشاركش في القناه يشارك باش يوصلوا اي جديد. غادي نمشيو باش نوجدوا العصوب بالكورجات الحمراء ولا بالقرعه الحمراء اللي كنديروا في كسكسو، كتجي لذيذه بزاف غادي تعجبكم ان شاء الله. غادي ناخذ كميه من القرعه الحمراء من بعد ما غسلتها ونقيتها، هي وحبه ديال البطاطا متوسطه، نص البصله، يمكن لكم تستعملوا البرو، ومعلقه كبيره ديال الزبده، ودريس ديال الثومه. غادي ناخذ الزبده غادي نذوبها ونضيف عليها المكونات اللي عندي ونشحر هادشي مزيان، نقليهم مزيان. وغدا نضيف لهم شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، ما تكثروش من الابزار باش ما تجيكمش حاره، وشويه ديال سكينجبير. حتى يمكن لكم تستعملوا كنور بنات البقري، حتى هي كتعطي واحد اللذه زوينه. غادي نقلي هادشي مزيان باش تجيني لذيذه لاصوب، وغادي نغطيها ونخليها تقلى. من بعد غدا نضيف ليها الماء اللي يكون غليان، وغادي نخليها طيب على خاطرها دغيا كتوجد. كتعرفوا البطاطا والقرعه دغيا كيطيبوا. بعد ما غطي بلاصوب غادي نعري عليها ونخليها حتى تبرد، وغادي نطحنها في مولينكس مباشره. غادي نديرها نرجعها في الطنجره، وغادا نضيف ليها لا كريم فريش، وغادي نخليها حتى تغلى مزيان. يمكن لكم تستعملوا الجبن كيري ولا اي جبن عندكم، بلا كريم فريش حتى هي كتجي زوينه. غادي نخليها حتى تغلي مزيان، وغادي نطفي عليها ونمشيو باش نوجدوا واحد الشهيوه اللي كتجي زوينه بزاف. غادي ناخذ حبه ديال البصل متوسطه، غادي نضيف ليها شويه ديال الزيت ونخليها تقلى مزيان. نحس بها نزلات، غادي نضيف لها حبه ديال الفلفل اخضر اللي يكون مقطع قطع صغيره. غادي نشحر هادشي مزيان، غادي نضيف ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، ودريس ديال الثومه ولا الثومه بودر. وغادي نشحر هادشي مزيان. بعد ما يتشحر لي هادشي مزيان غادي نضيف ورقه ديال سيدنا موسى، وغادي نشحرها مزيان، وغادي نطفي على العافيه. غادي نضيف علبه ديال الطون ديال مطيشه. انا كهاد الوصفه كندير فيها الطون ديال الزيت، كتجي زوينه بزاف. ما كانش عندي واضطريت ندير ديال مطيشه، حتى هي جات مزيانه، بالعكس جات فيها لاصوص. غادي نحيد ورقه سيدنا موسى، هنايا طافيه العافيه. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الزعتر ولا زعتره اللي متواجد عندكم، وغادي نضيف تقريبا نص معلقه ديال الصانوج ولا حبه البركه، حتى هي كتعطي لذه زوينه، كتجي الحشوه زوينه بزاف. صافي غادي نخلي الحشوه حتى تبرد مزيان. غادي نستعمل في العجين لاباط فويتي، يمكن لكم تصوبوها في الدار، انا خديتها جاهزه. كناخذ هاد لا مارك اللي كتباع في السوبر مارشي، خديت تقريبا النص الكبير، ما كنستعملهاش كامله. غادي نبسطها مزيان. ما ورقت العجين مزيان، خاصكم تورقوها مزيان، ما تخليوهاش غليظه باش ما تجيكمش مدقصه من الداخل. غادي نضيف الحشوه كتجي لذيذه، واحد الريحه غزاله. يمكن لكم اللي ما كيعجبوش الطون يضيف في بلاصه الطون الكفته،
ممكن ليكم تضيفوا صدر ديال الدجاج ولا قطع ديال الصدر ديك الرومي لا داند. صافي غادي ناخذ الفرماج ساندويتش، يمكن لكم تستعملوا فرماج غابي ولا اي فرماج كتفضلوا. صافي غادي نلويها كيف ما مبين لكم في لا فيديو. من بعد ما لويتها غادي ناخذ موس غادي نقطعها ويكونوا نفس القياس باش يجيو الشكل ديالهم زوين. في هذه المرحله غادي نسخن الفران غير شويه باش نخليهم يخمروا. كتعملوا كتعرفوا لاباط فيتي خاصها ترتاح شويه تخمر. غادي غير نشعل الفران غير شويه يتصهد مع دابا الجو بارد، وغادي تقريبا نخليها 10 ديال الدقائق. هنايا خديت صفار ديال البيضه ولا صوص صوجا باش ندهن بهم العجين من الفوق. وغادي في هذه المرحله مشعل الفران يكون سخون على اعلى درجه عندكم، يكون سخون بزاف. من تدخلوهم كتشعلوا عليهم فقط من التحت، تخليهم حتى يطيبوا فاش تبان لكم تنفخات لكم لاباط كتشعلوا من الفوق. ما تشعلوش من الفوق ومن التحت، خلي لاباط تطيب على خاطرها على 180 درجة. من بعد نشعلوا عليهم الفوق ونضيفوا ليهم شوية ديال الفرماج غابي، يمكن لكم تستعملوا زنجلان ولا اي حاجة. وهذه لاصوب من بعد ما طابت لي هاد الفلا شوية ديال الفرماج غابي، الشهيوة كتجي زوينة بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشجيعاتكم ليا كيف ديما بلي جيم، وتخلي لي لي كومونتير كيهمني الرأي ديالكم. ونتلاقاو فيديو جديد وفي وصفة جديدة.